شو رح تعملي؟ جيت لقلكن ترجعوا. شيرين قريبة كتير من الانتحار يا مدام خديجة. كذبة جديدة حضرتها شيرين عأمة. أنا ما عم صدق بنتك بحاجتك بهذا الوضع. برأيي إنه هي كمان كذبة من كذبات شيرين. لا تنسي شو حكينا. بس هالمرة رح تنجح خطتها. مرحبا. أهلين سالي. امرأة يوميا 7 لـ 4 المساء على الـ MTV.